السلام عليكم أزور ربحة عقاء حرضان، صحفية بالإذاعة الأمازيغية وعضوة في بجمعية أنازور للتنمية والثقافة والفنون بالرباط. ندد الساد قصو تراد ويستناعش نوشابار ندي سمون شيئا نمسمونين ثم سمون نونازور سمعيوان سنتوت نوامان يوسمسي إيدامن ده سبداد المدير الدورة السيد بن جلال أسنغي أن يايد أغراو دو يد لما تخثر النيخ لما تخثر في تخثر البرنامج نديك سيلان البرنامج ميثيان أصمغر سميد نيوشاني توسن مزيغ دو أولا مزيغ زيك سن نبد كتزوري نتماس قرباض شيغان يد الأوتوري مزيغان شيغان زقويسنا دي تحبان ارتع شاقن أوار أمازيغ دويسنا دي قار الحرسو ما تخفت مزيغ تماس قرباض أكتما وشابار غر الخميسات إحمد العويش ربيت يرحم يون سقي مزيغ نخني وشان يوحيدوس مزيغ يوحيدوس أزموري نتما اللي قنس عنا أي ثخامن سنسخي در صوات ضرور غزال أدي في تما وقرا ودارس نغدا شبر غير سيروان نتما غير ابن ساني حميد ابن ساني ربي يرحمنا ديو جنيون على الطيب كجاج وجاون نسمو النس سقيمو تنس سما ثاويس نيلان فرنسا ورغينا داز حاضر نيخ اياد وشبر يتما دارس غير الشيخ البوكلي ربي يرحم غريت بور الزوين الحاجب انا في انكمل اشبر نخ غير افران يعني نعبوشي ربي ترحم يسوس عغيس ترسل الواوال أول مساح الشاقة نظفة تمازيغ سيوان سعودانين تمازيغ نقوري اللي وفران نزيد نثم دراسة نفن كملا قراو نخ سودما ونادي الدنس ما قال ننسى أقراواد إيا واد نادي وين خشي قاني دلومور سوما تزيك سندق المناسبة نغد ترسل أقراواد ويد اللامة مغارد يا أشابار نسي سندو سخي ترسوا الدور نيم زغوران غد ميد نخني وشاني تمازيغ هي المناسبه نسمي غصب صمغر صراي وقلي نخ محمد وسدي صربيه تياج نادي وشا الله مر نص امقران ترسميث نيخ فوسكاس امازيغه نيخ يوغراو النجم يتحضر شيا نيسال مدن وين تخفي القطاب وين تخفي مال المازيغ وين تخفي ثميثار صحانين الراي وقلي نخ شيا الامور نادي وين سما تخفي مال المازيغ ناس كنيره وسلمد لاس كنيرا نوسنا لاس كنيرا نزوري المازيغ د ايمان المازيغ سلعان تامر حسين الحجاوي فاعل جمعوي بمناسبة القرار الملكي السامي اللي قرر باش رأس السنة الأمازيغية يكون عيد وطني هذه مناسبة كبيرة جدا بالنسبة للمغاربة جميعا وبالخصوص بالنسبة للأمازيغ اللي موالفين كيحتفلوا بهذا الراس العام الامازيغي يعني كيسميوه العام الفلاحي ولكن ما كانش يعني يوم عطله يوم رسمي في البلاد الان صاحب الجلاله خذ قرار باش هذا العام يكون يوم عطله يوم كيحتفلوا به جميع الامازيغ وجميع المغاربه وبالتالي هذا اليوم فين ما كان يوم عيد جميع المغاربة بالخصوص التلاميذ والطلبة والناس المدارس والإدارات هذو كلهم فيما جات المناسبة باش يحتفلوا بهذا اليوم عطلة كيعرفوا بأن كيحتفلوا بشي حاجة اللي كتهم الهوية والثقافة والحضارة الأمازيغية. عبد الرحيم بوسلام مدينة المحمدية وبالضبط في عين حروضة. أنا من أصدقاء جمعية أنازور للتربية والثقافة والفن الأمازيغي شاركت معهم عدة مرات في قافلة الاعتراف هي سنة حميدة دأبت عليها الجمعية تنظمها تقريبا كل سنة إلا في هذه السنوات اللي كان فيها الكوفيد ما تنظمتش في 2020 و21 هي ثقافة الاعتراف بالجميل لكل من أسدى شي جميل والناس اللي عندهم باع طويل في الشعر الأمازيغي وهذا كيكرموا هاد الناس سواء ملي كيكونوا على قيد الحياة والإنسان ملي كيتوفى بطبيعة الحال كيدير واجب العزاء تجاه هذوك الناس الله يوليهم برحمة الله واليوم شاركنا في الدورة 12 توجت بالندوة اللي كان الموضوع ديالها حول إعطاء السنة الأمازيغية الصبغة القانونية على أساس أنها تولي عطلة سنوية بطبيعة الحال
ومؤدى عنها. والفضل كيرجع بطبيعة الحال صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله. بالنسبة لي أنا لست ناطقا باللغة الأمازيغية، وإنما بطبيعة الحال إحنا شعب واحد، والثقافات الحمد لله المغرب معروف بالتنوع ديال الثقافات ديالو، وحنا في هذا الإطار كنحضروا دائما مع الأصدقاء ديالنا ومع الإخوان ديالنا الأمازيغيين من أجل إحياء هذه الدورة ديال اللي كتنظمها الجمعية سنويا. وشكرا. بقية الولاء والإخلاص المرفوع إلى السدة العالية لله مولانا أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، بمناسبة تنظيم قافلة ثقافة الاعتراف الدورة 12 من قبل جمعية أرجو للثقافة والتنمية والفنون الأمازيغية بدعم من الفاعل الاقتصادي والاجتماعي لحسن الجلال، وبشراكة مع مؤسسة أمان للتنمية المستدامة، وذلك يوم السبت 10 يونيو 2023 انطلاقا من الرباط مرورا على مدينة خمسات ومنطقة أبو ريدوان وأيت بويرسو وأيت بير الحاج، ثم إفران وصولا إلى الموصل السياحي سيدي خيار سكرو. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه مولاي صاحب الجلالة والبهالة حامل الملة والدين أدام الله عزكم وعلاكم، سيدي أعزكم الله ونصركم بعد تقديم ما يجب من فروض الطاعة والولاء لجلالكم الشريف يتشرف سيد لحسن الجلال وجمعية أناظور الثقافة والتنمية والفنون الأمازيغية ومؤسسة أمان التنمية المستدامة أصالة عن الأعضاء والمنخرطين ونيابة عن النسيج الجمعوي أن يرفع إلى مقامكم العالي بالله أسمى عبارات الولاء والإخلاص والوفاء مقرونة بأصدق مشاعر التشبث بأهداف العرش العلوي المجيد. نعم سيدي أعزكم الله، إن هذه القافلة تحت شعار إقرار رسمية السنة الأمازيغية تجسيد للعناية الأولوية الكريمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله للأمازيغية، هو استلهام من توجيهاتكم النيرة التي تجسد العناية الفائقة التي تحظى بها الأمازيغية لدى جلالتكم، والتي تندرج في إطار عنايتكم الكريمة للأمازيغية باعتبارها مكوناً رئيسياً للهوية المغربية الأصيلة الغنية بتعدد روافدها. أبقاكم الله يا مولاي ذخراً وملاذاً لهذا البلد الأمين ولشعبكم الملتف بأهداف عرشكم المجيد، ومتعكم برداء الصحة والعافية، وحقق على يديكم ما يسمو إليه أبناء هذه الأمة من رفعة وسؤدة، وأقر عينكم بولي العهد الأمير الجليل مولاي الحسن حفظه الله ورعاه، وشد عضلكم بشقيقكم السعيد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وسائر أفراد الأسرة البلدية الشريفة، إنه سبحانه وتعالى مجيب الدعاء ومحقق الرجاء. والسلام على مقامكم العالي بالله ورحمته تعالى وبركاته، وحرر بالموصل السياحي سيدي خيار سكرو يوم السبت 10 يونيو 2023 الموافق ل 21 ذو القعدة 1444 للهجرة خدام الأعتاب الشريفة. الله يبارك على سيدي. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.